برجع لحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا. والحقيقه زي ما قلت في بدايه كلامي، مهم جدا ان احنا نهتم بالثقافه بمختلف انواعها، وعرس ثقافي مهم جدا بننتظره كل عام لاتخاذ نوع من يعني استراحه كده نستمتع بيها بالفن الشرقي والفن العربي الاصيل من خلال مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه. وهذا العام طبعا بتكون الدوره 29، وشفنا وتابعنا على مدار الايام السابقه كبار نجومنا ومطربنا ومشاركتهم الجميله في هذا المهرجان بشكل اعتقد ان احنا كلنا سعدنا بيه. النهارده هتكون حفل الختام باذن الله اللي بيحييها في القاهره او في دار الاوبرا المصريه بالقاهره الفنان الجميل صابر الرباعي، وايضا في الاسكندريه بيحيي الفنان الجميل علي الحجار حفل الختام الخاص بمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه. خلونا نتكلم عن المهرجان، خصوصا ان انا معايا بقى يعني واحد من عائله فنيه شهيره ليهم باع كبير في الموسيقى، وهو ايضا ليه تاريخ طويل مع الاعمال رغم صغر سنه، لكن الحقيقه اثبت موهبته بشكل كبير جدا من خلال مشاركته سواء مع اوركسترا اوبرا القاهره او فرقه سداسي شراره او فرقه رضا للفنون الشعبيه. خلوني ارحب بالاستاذ احمد حسن عطيه شراره. اهلا بيك، منورني. صباح الفل. صباح العسل. انا عايز اصبح على الناس بحاجه حلوه. يا سلام، نصبح عليهم بايه؟ عينينا، نقول لهم مثلا الف ليله وليله مثلا. الله، احلى صباح. الله، يعني صباح الفل.
ايه العبقريه وايه الجمال وايه الحلاوه؟ ام كلثوم دي عبقريه جميله طبعا، عبقريه الصوت، عبقريه الاداء، وعبقريه اللحن، وعبقريه الكلمه طبعاً. يعني قد كده بنعيش حاله مختلفه، وده اعتقد بيحصل من خلال مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه كل سنه. كلمني عنه السنه دي. والله المهرجان جميل جدا، ويعني طبعا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني وقوفه جنبنا كموسيقيين او كفنانين، والدكتوره طبعا ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه، معالي وزيره الثقافه، لان هي برضو ام للموسيقى في مصر. مش غريب عنها الموسيقى يعني. طبعا الدكتوره ايناس يعني من العازفين الشاطرين جدا لآلة الفلوت، دكتوره طبعا عظيمه في الفلوت، وبتشارك شاركت مع كايرو ستيبس في المهرجان، وده حاجه طبعا جميله جدا ان هي تبقى كمان في مشاركه منها في وسط المهرجان. هنا الفنان بقى، الفنان بيظهر اللي مهما تولى من مناصب، لكن بالزبط. الفن ده حاجه مختلفه. وطبعا مدير الاوبرا طبعا ليه شكر كبير جدا، اللي هو الدكتور مجدي صابر، والقائمه بالمهرجان الدكتوره جيهان مرسي. كل دول ما شاء الله عليهم عاملين مجهود كبير جدا عشان يطلعوا نتيجه في وسط طبعا فتره الكورونا والكلام ده، في اجراءات احترازيه وفي بوابات وفي متابعه جميله جدا. وبنى المسرح الجديد اللي صحيح. معمول في النافوره بره ده في الاوبن اير، حاجه جديده جدا على الاوبرا وحاجه جميله جدا. طب بالنسبه للمهرجان، يعني احنا متعودين المهرجان كل سنه كنا بنروح في المسرح الكبير والقاعه وشكل مختلف طبعا. السنه دي مع الاجراءات الاحترازيه طبعا كان طبيعي ان هو يتم في الاوبن اير. هل ده ادى طبيعه مختلفه للمهرجان؟ هل ادى شكل مختلف في يعني حتى في الفعاليات الخاصه بيه؟ طبعا هو ادى لون مختلف عن المسرح المقفول. المسرح المقفول دايما احنا بنخش لازم نلبس البدله والكرافات اللي هو كان رسمي قوي، لكن اوبن اير بتبقي قاعده على راحتك شويه، ممكن يبقى معاكي مثلا كوبايه شاي، مثلا معاكي حاجه في الجاردن بتاع اللي هي حوالين المكان. غير كده طبعا عشان حفاظا على الناس، لان الكورونا بصراحه بهدلت الدنيا الايام اللي فاتت، فالحمد لله دلوقتي الامور بقت احسن. وطبعا الموسيقى العربيه بشكل عام هي الموسيقى غذاء للروح، صحيح. والشعب بتاعنا فنان جميل، الشعب ومتذوق للفن، متذوق للفن بشكل جميل هايل جدا. ولما بسمعهم بيغنوا حتى مع مطرب ولا حاجه الاقيهم صوتهم حلو، الجمهور صحيح. نفسه صوته حلو قوي ومتقبل الموضوع، ولا في روح جميله في المهرجان ده. والمطربين اللي شاركوا طبعا كلهم علامات كبيره في الفن، اسماء جميله واصوات هايله طبعا بنحبها كلنا. انا شاركت مع كذا واحد منهم، من ضمنهم وائل جسار كان طبعاً. مع الفن المايسترو عادل عايش، كان برضو في مطرب اسمه همام من العراق، كان مع المايسترو حازم الاصابجي، ومع المايسترو حماده الموجي كان معايا ريهام عبد الحكيم طبعا، وغنت فيها حاجه حلوه وغنت مش عارف ايه. وكان برضو مع المايسترو حماده الموجي محمد الشرنوبي، مطرب شاطر وجميل. كل المطربين، ومع المايسترو سليم سحابه عملوا الافتتاح بتاع الاوبننج بتاع المهرجان، كانت حاجه مشرفه وعظيمه جدا. والمايسترو سليم ده يعني قامه برضو وقيمه طبعا جميله طبعا. من زمان الناس اللي هي بتاع ذات اصل يعني مؤصله في الموسيقى، الرموز اللي لا يمكن الموسيقى. ابدا ان احنا نغفل دورهم الكبير طبعًا. في احياء طبعًا. الموسيقى العربيه طبعًا. عايزين نسمع حاجه تانية؟ طبعا ده اساسي، احنا بننتهز الفرصه بنستغل حضرتك. عينينا تموريني تموريني. هنسمع ايه؟ نسمع توحه لعطيه شرار. طبعا. Thank you.
قلنا ناخد منها حته جزء صغنطط كده برده عشان نسمع الناس. وده بنستمتع بيه برده من خلال المهرجان يعني طبعاً. قد ايه بيكون في حتى مقطوعات الموسيقيه بيتم انتقائها بعنايه شديده من خلال طبعا كبار موسيقانينا الموسيقيين اللي بيشاركوا في المهرجان والمؤتمر. قلت لي ان انت شاركت في كذا حفله طبعاً. ردود الافعال بقى وازاي بيتم الاختلاف ما بين المسرح الكبير والقاعه المغلقه وما بين الاوبن اير. هو في طبعا تكنيك صعب قوي ان الواحد يطلع صوت في مكان مفتوح. الساوند تشيك طبعا هنا بنرجع بقى للي هم اللي ورا المسرح الفنيات بقى المهمه اللي مستخبيين. يعني مهندس الصوت عندنا أساسي. عندنا في مهندس الصوت اللي هو اللي بيعمل اون ستيج بيسمعنا اون ستيج اسمه شهير. ده من اشهر مهندسين الصوت اللي موجودين في مصر بيشتغلوا في الموضوع ده بيشتغل مع الفنان عمر خيرت وبيشتغل مع كذا حد واللي بينقل البث بره على التلفزيون او كده ياسر انور الباشمهندس ياسر انور. طبعا الاثنين علامات في هندسه الصوت طبعا. دي حاجه مهمه جدا عشان في الاوبن اير الصوت دايما بيبقى منطور لكن في المكان المغلق بنعرف نتحكم لا حتى مهندس الصوت يعرف يتحكم في كميه حجم الصوت الفوليوم بتاعه لكن في الاوبن اير الصوت بيطير عشان الهواء الصوت بيتنقل عن طريق الهواء بشكل عام. فطبعا دول يعني الجيش اللي ورانا اللي ماسكنا الدفاع الاول والنوت الكتابة النوت الناس اللي بتكتب النوت دي برضو مهمه جدا. البروفات اللي احنا بنعملها احنا عملنا بروفات كتير قوي يعني الناس شغاله بروفات غالبا ديلي كل يوم على طول. من بدايه المهرجان او من قبل ما المهرجان يبتدي اكيد من قبليها ابتدوا بحوالي 4-5 ايام ابتدينا بروفات وتحضير ولو في تصليح في حاجه في لازمه مش عارف ايه في حاجه في المزيكا المايستروهات والله يعني كتر خيرهم شغالين من نار نار والدكتوره جيهان مرسي وراهم تك تك على طول على طول يلا خلصوا خلصوا دينامو ايوه دينامو بجد ده تاثيره كبير تاثيره كبير جدا على المهرجان نفسه والنجاح دايما يعني بيلغي اي تعب او بيلغي اي مجهود الانسان بيبذله. انا عرفت ان انت بتعزف على الكمان بصوابعك دي جميله مختلفه ده عطاء شغل هو هم قالوا لنا الموضوع ده وعايزين نشوفه احنا كمان يعني هو مؤلف حاجه اسمها فانتازيا المنصوره فانتازيا المنصوره هي اساسا لحن شعبي وهو عمل عليه فاريشن للكمانجا الغربي اللي هي الكلاسيك فخلاها تبقى ليها طعم مختلف اللي هي اللي فيها بيكاتو كده. اللحن الاساسي بيقول ايه ده اللحن الاساسي هو بقى راح عامل فاريشن على الموضوع ده راح عامل ايه Thank you.
الله الله جميل. تالي آلة الكمان بالنسبة لك يعني؟ طبعا هي حياتي. يعني مختلفة عن أي آلة تانية ولا أنت ممكن تعزف على آلات مختلفة؟ والله أنا يعني عزفت بيانو شوية، عزفت كده، بس هي الكمانجة من أصعب الآلات بصراحة يعني، فهي محتاجة على طول ممارسة، ولو بعدتي عنها بتبعد عنك. وبعدين هي مش آلة ثابتة، يعني البيانو مثلا لما بعمل كده بصباعي دي دو، نغمة دو ما ينفعش تتغير. يعني ما ينفعش تزيد، لكن أنا هنا على الكمانجة بعمل إيه؟ بصباعي مثلا دي دو، بس أنا لو عملت كده بقت خست، بقت سي بي كار، لو زودتها هتبقى دو ديز. غير البيانو لما بعمل كده هي الدو، ما خلاص ما بتغيرش. ولو دو ديز هتلاقي الصباع التاني اللي هو لونه اسود ده، ادي دو ديز او سي. لكن الكمانجة محتاجه هنا ان نظبط الصوابع، اماكنها، الاحساس، لا النغم، النغمه نفسها. يعني انا لو عملت كده دي نغمه، اللي بعديها دي نغمه، لو خسست صباعي دي نغمه، لو وهكذا. موضوع كبير. موضوع كبير، ما هو مجهود عضلي. بس جميل طبعا وممتع طبعا. وعايزين نستمتع بقى باخر حاجه، للاسف الوقت الجميل بيعدي بسرعه جدا. فانا الاول بشكرك جدا على وجودك معانا، وبتمنى لك التوفيق دايما يا رب ان شاء الله. بتمنى كده ان احنا نستمتع دايما بموسيقانا الحلوه الجميله اللي بتعمل نوع يعني من مقاومه التلوث السمعي اللي طبعاً. بنشوفه وبنسمعه في اوقات كتيره قوي. بشكرك على وجودك معانا، وهنختم بقى على ماشي. هتختار لنا ايه؟ نشوف حاجة تبقى معروفة كده. ايوه، عشان نبقى عايشين معاك. طب انا بس هستأذنك، اشكر كل اللي شافونا وتابعونا النهاردة، وهنلتقي معاكم بكرة. لكن اجمل ختام بقى ان احنا نستمع ل، انا مش عارفة هنستمع لايه.